للسنة أصول قام عليها عقيدة أهل السنة والجماعة، منها التمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا كان اعتقاد الفرقة الناجية هو ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما شهد لهم بذلك في قوله: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. نعم، هذا بيان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وذلك دائما نقول إيش يجب علينا؟ نتبع السلف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لهذا الحديث، ولا آيات من القرآن وحديث أخرى وحديث أخرى. لكن هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، يعني 72 في النار إلا واحدة، ماذا قال الصحابة؟ هل طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعد لهم 72 72 ولا طلبوا الناجية الناجية الواحدة؟ ومن هنا قيل: لا تسأل عن من هلك كيف هلك، ولكن اسأل عن من نجا كيف نجا، من نجات. ولا بأس أن تتعرف على الفرق هذه والرد عليهم والتحذير منهم. وبعض العلم حاول أن يجمع أكبر عدد ويصنفهم حتى يكون هذا الفرق، سمى كتابه الملل والفرق أو الملل والنحل، ذكروا هذه الفرق وردوا عليها. لكن المقصود أن الأولى أن تحرص على معرفة الفرقة الناجية وما هي أصولها في العقيدة والشريعة حتى والأخلاق والآداب، وتتمسك بما كانوا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلها في النار إلا واحدة. وإذا سميت الناجية، ناجية من البدع في الدنيا وناجية من النار في القيامة. نعم. وأكثر العلماء على أن أقوال الصحابة حجة يجب اتباعها ويحرم الخروج عليها حيث لا نص نبوي. نعم، لا أكثر العلم على اتباع ما أجمع عليه الصحابة. وإذا قال القول صحابي عالم من علماء الصحابة معروف بالعلم يعتمد قوله وهو أولى من غيره. لكن طبعا هذا مقيد ما لم يخالف، يعني لو قد يكون عالم من الصحابة ولا بعض الصحابة خفي عليهم شيء من السنة فأفتوا بخلافه فلا يؤخذ قولهم حينئذ لمخالفته للسنة. طبعا هم خالفوا عن اجتهاد لم يبلغهم النص، لهم عذرهم. لكن إذا كان المسألة ما فيها نص أو ما يتضح الحكم فيها إلا بقول الصحابي، وهذا الصحابي من علماء الصحابة ولم يخالفه صحابي آخر، فلا شك ولا ريب أن اتباعه هو الأولى إن لم يكن هو الأوجب. نعم.